10 أسرار خاصة بالبنات لا يعترفن بها أبداً. مرآة الموبايل. حالياً أصبحت الموبايلات أجهزة متعددة الاستخدامات، والموبايل ما بقاش بس مجرد جهاز للاتصال والمراسلة، فالبنات بيستعملوا الموبايل كمان كمراية، وأصبح البديل لمراية اليد التقليدية اللي بتكون في شنطة كل بنت هو شاشة الموبايل عن طريق فتح كاميرا الموبايل واستعمال الشاشة كمراية وجه. وطبعا لو البنت شافت نفسها جميلة بزيادة في شاشة الموبايل في اللحظة دي، فغالبا اللي بيحصل انها بتلتقط لنفسها كذا صورة سيلفي قبل ما تقفل كاميرا الموبايل. مواقع التواصل الاجتماعي. سر من أسرار البنات اللي أغلب الشباب ما عندهمش أي فكرة عنه، وهو إن معظم البنات عندهم ميل لتعقب الأشخاص على السوشيال ميديا، فالبنت من وقت للتاني بتحب تلقي نظرة سريعة على حساب وصور حبيبها السابق، وحساب الحبيبة الحالية لحبيبها السابق، وحسابات جيرانه وأصحابه، وحساب النادل اللي بيقدم له القهوة في الكافيه، حتى حسابات رؤسائه في العمل. ولما الأمر بيتعلق بالشخص اللي البنت بتكون معجبة بيه، فالموضوع بيختلف وبيعلى لمستوى أبعد من كده بكتير، فالبنت بتبدأ تدور في قائمة أصدقاء الكراش وتستكشف كل شيء عن كل بنت بتكتب تعليق على صفحته. المكالمات التليفونية المزيفة. البنت من الوهلة الأولى بتبقى عارفة إذا كانت معجبة بالشخص اللي قدامها ولا لأ، ولو كانت البنت مش حاسة تجاه الشخص بالإعجاب فبتحاول تهرب من الكلام معاه بالتظاهر بأنها بتعمل مكالمة تليفونية، ودي تعتبر أسهل طريقة للهروب من الكلام مع شخص ما، ومن غير ما تحرج الشخص اللي قدامها وبمنتهى الذوق بتتظاهر أنها بتتكلم في الموبايل وتهمس بصوت رقيق: أسفة بس معايا مكالمة مهمة، مع ابتسامة لطيفة وبس. التخطيط للزفاف على بينترست. بينترست هو موقع شبكة اجتماعية بتتيح للمستخدمين إمكانية نشر الصور على هيئة ألواح ملاحظات عامة أو سرية، وبعض البنات بيستغلوا الميزة دي في بينترست وبيخططوا لحفل زفاف كامل بالصور على الموقع، من أول دعوات الفرح للفستان لتورتة العروسين، حتى ولو كانت البنت مش مرتبطة، فبرضو مفيش مانع إنها تحتفظ بلوح سري خاص بيها على الموقع وتجدده باستمرار في حالة إذا احتاجت له في يوم من الأيام. صور السيلفي. لو مسكت موبايل بنت فعلى الأرجح هتلاقي ملف الصور مليان بصور السيلفي المختلفة، ما بين سيلفي البنت في أحسن حالاتها وسيلفي ليها في أسوأ حالاتها، والسيلفي البشع اللي مش هينفع يتنشر على السوشيال ميديا بس بتحتفظ بيه على أي حال. معظم البنات طبعا مش هيعترفوا بالحقيقة دي، لكن واحدة من أشهر مهوسات السيلفي في العالم كيم كارداشيان بتعترف بحبها الشديد لالتقاط صور السيلفي وبتنشر صورها على الإنترنت يوميا. وفي برنامجها التلفزيوني الواقعي اعترفت كيم انها التقطت حوالي 6000 سيلفي خلال رحلتها في المكسيك. طقوس الجمال. لكسر الملل احيانا او لخوفهم من اللجوء للاغراب لوضع الميك اب، معظم البنات بيسمحوا لصديقاتهم المقربات بتجربه انواع الميك اب المختلفه على وجوههم وكل ما هو جديد في عالم التجميل، من اول اختبار الماركات الجديده لمستحضرات التجميل زي احمر الشفاه وكريمات الاساس وغيرها، لتجربه الطرق الحديثه لازاله الشعر. تحليل المحادثات. البنت المرتبطة أو المعجبة بشخص ما في الغالب بتكون ميالة لتحليل كل كلمة بيكتبها الكراش في المحادثة وكل إيموجي بيبعته في آخر كل جملة، وده طبعا بيستهلك مجهود ذهني كبير جدا من البنت أكتر من المجهود الذهني اللي بتبذله في حل واجب الرياضيات. والبنات عموما بيفضلوا المحادثات اللي فيها ايموجيز او رموز تعبيرية كتيرة، وبالنسبة للبنات كل كلمة وكل ايموجي في المحادثة واجب تحليله بدقة شديدة حتى قبل ما تفكر في كتابة رد على كل رسالة. حمالات الصدر. حقائب اليد النسائية باختلاف أحجامها وأشكالها دايماً بتكون عملية بالنسبة للبنات ومريحة في وضع وحمل الأشياء المهمة فيها، لكن أحياناً البنت بتكون في حاجة لمساحة أكبر من الحرية في التجول بدون حقيبة يد. وكبديل لحقيبة اليد فبعض البنات بيستخدموا حمالة الصدر أحياناً لحمل الأشياء اللي ممكن تحتاجها زي المفاتيح أو البطاقة الشخصية أو الفلوس أو أحمر الشفاه أو الموبايل أو الكريدت كارد. التأثر بالأفلام. البنات معروفين بالإحساس العالي والتأثر السريع بالمواقف العاطفية والحزينة، وفي الغالب بتكون البنت عندها الرغبة في البكاء وبتحاول بقدر الإمكان ما تبكيش قدام حد،
لكن وهي لوحدها بتطلق العنان للدموع والنحيب وبتفقد السيطرة على مشاعرها. ولو سألت أي بنت إذا تأثرت أو بكت بعد مشاهدتها لفيلم رومانسي أو عاطفي، فعلى الأغلب هتنكر الأمر ومش هتعترف بنقطة ضعفها قدام الأفلام الرومانسية، لكن الحقيقة مختلفة تماماً. فالبنت بطبعها بتتأثر جداً بالقصص الرومانسية وقصص الحب الحزينة، وده بسبب طبيعتها كأنثى، وحساسيتها ورغبتها في البكاء بتزيد أكتر خلال فترة الدورة الشهرية. الفوط الصحية: البنات بيتحولوا حرفياً للساحر هوديني لما الأمر بيتعلق بمحاولة إخفاء الفوط الصحية، سواء في العمل أو في المدرسة أو في أي مكان. فمنعاً للإحراج، البنات بيتجنبوا الخروج قدام الناس وهم ماسكين فوط صحية في إيديهم، لأن الأمر يعتبر بالنسبة لهم محرج جداً، على الرغم من أن ده شيء أنثوي طبيعي جداً ومفروض على البنات. فبيلجأوا لإخفاء فوطهم الصحية بطرق سحرية، وفي غمضة عين بتكون الفوطة الصحية خرجت من شنطة البنت ودخلت بمنتهى السلاسة في جيب الجاكيت اللي هي لابساه، أو في جيب الجيب، أو في فردة الحذاء من غير ما أي حد يلاحظها.